كان ولا يزال للمرأة العمانية دور فاعل وأساسي في تنمية وتطوير المجتمع. وإحنا في كيمجي رمداس أولينا اهتمام كبير بالمرأة العمانية بتمكينها وتدريبها وجعلها مشاركة جنباً إلى جنب مع الرجل، حاضرة في كل الميادين وبمختلف المجالات، حتى صارت رائدة علمياً وعملياً ودون التقصير بواجباتها تجاه أسرتها وبيتها. هنيئاً للمرأة العمانية يومها هذا، وهنيئاً للوطن بها. ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنباً إلى جنب في مختلف المجالات